حبتي على السلامة. الله يسلمك. أهلين وسهلين. فوق. يلا. أهلين وسهلين مرحبتي. عاشني شفق. شوف أحبابك. حمد لله على السلامة، أنت أجيت من اللاذقية؟ هي وصلتي. بتعرف كنت خايف ما لاقيك وأقعد استناك بالطريق. يا سيدي حظك طيب لأنك لقيتني، لأنه أنا مثل هالوقت بكون برات البيت. لا أهلين وسهلين. شلون الأهل باللاذقية؟ بيسلموا عليك كثير وبعثوا لك معي البيت الحلو. يسلم وديات إلهي، شكرا كثير. عود عود. يلا. تسلم لي. إيه عصامة؟ يا ترى قعدتك مطولة هون بالشام؟ يعني شغلت يومين ثلاثة لبين ما أقدم وراء البعثة. ليش لساتك ناوي تختص برا أنت؟ إذا الله راد. إيه على خيرة الله، مع إني مو حابب لك هالطلعة منوب. أخي خليني أطلع جرب حظي برا، بلكي بيطلع معي شيء. وليش ما تجرب حظك جوا؟ يعني ما عادت تظهر مواهبكم إلا برات البلد. ماشي الحال، ما علينا. آكل أنت؟ أكيد آكل، لأنه بالبولمان عم يطيفوا أكل، عم يحطوا يعني. بالحقيقة لا تتلبك، لا تتلبك عصامو، عم بمزح معك، يعني معقولة خليك بلا أكل أنت الثاني؟ على كل حال قوم نجهز حالنا مشان نطلع نتغدى برات البيت، لأنه هون ما في أكل، ما في أكل هون. يلا يلا. بالإذن. يلا لاحق. عود لك عود. بس هي محجوزة. لمين محجوزة بقى؟ شو بيعرف مين؟ عود عود لك عود، تعال يا ابني. امور استاذ. املي البطاقة من هون، قيم هالكركوبة لك. عفوا استاذ، هي الطاولة محجوزة لو سمحت. ولمين محجوزة؟ للعميد فكرت. ها، عشنا وشفنا والله. ومن ايمتى صار فكرت يحجز طاولات؟ شو ما عرفني انت بالظهر يا ابني؟ لا والله سيدي ما عرفتك. ولا يهمك، معلش. أنا من ال عفواً عفواً. أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً، شرفتوا، نور المحل بوجودكم. تفضلوا تفضلوا، أهلاً وسهلاً، لا تواخذونا. أهلاً وسهلين. إيه سيدي، شو راح تغدينا يا با؟ اللي بتأمروا سيدي، اللي بتأمروا. الله يرضى عليك، بدي تركز لي غدا هيك على كيفك، معي طيف مهم من اللاذقية، ما بدي وشي يسود قدامه. أعوذ بالله، بتأمروا أمر سيدي، عن إذنكم دقيقتين بس. انصرف. حاضر. شو بك انت الثاني؟ ليش عم تبحلق فيني هالبحلقة؟ ممكن اسألك سؤال؟ تفضل. شو هي البطاقة اللي ورجيته اياها للجرسون؟ شو بدها تكون يعني؟ بطاقة عمل، بطاقة شغلي يعني. شو انت شو بتشتغل؟ وطي صوتك، شو بدك من الشغلة انت كمان؟ سيدنا شو رأيكم بجات الخبرة؟ ممتاز. حط. اهلا وسهلا، شرفنا. بكم بكم يا اخي بكم. تفضلوا. تفضل استاذ. يسلموا. بياتك. بتأمروا اي خدمه ثانيه استاذ؟ نعم. اي خدمه ثانيه؟ لا شكرا، صرف. انا اذنكم. شو بك انت الثاني عصام؟ ليش عم تبحلق فيني هالبحلقه كلها؟ يعني أنا آسف إني عم بتدخل بشي ما بيعنيني، بس أنا كأني شايفك هون مخوفهم، مرهوب الجانب. إيه، وليش لحتى ما أكون مرهوب الجانب؟ أنت مفتش تموين شي؟ مفتش تموين؟ لا. معناتها مفتش صحة. مفتش صحة. كل دخيلك كل. تعال يا ابني. امروا سيدنا. اعطينا الحساب. تكرم عينك، تفضل. صاحب المحل حسم لكم 40%. بالله 40%؟ وين ما بروح انا وين ما بجي بيقسموا لي 50 و60 و70% كمان، مو هيك عصام؟ تكرم عينك. وهي حسم كمان 20%. يعني صفيت الفاتورة 300 ليرة فقط. ما عم تفوت بمخي، احنا كل هالغدا المطنطن هاد ب 300 ليرة بس. إلك إيه حتى تشوف قرايبك فؤاد قديش صاير مهم. امشي لقلك امشي.
عفوا يا شباب، انا مشواري على ركن الدين. مرحبا ركن الدين، طلع عصام طلع. بس تاكسي وعلى طريقنا. لك اخي طلع، انت شو بدك بهالشغله؟ طلع. ما قلتوا لي وين مشواركم يا شباب؟ مزة جبل اذا بتريد. لك انو مزة جبل؟ ما قلتوا لكم مشواري على ركن الدين انا؟ لك حبيبي بدنا نمشي على كيفك ولا على كيفنا؟ لا سيدي. شو سيدي؟ على كيفي انا. ليش حبيبي؟ ليش بقى؟ ابو الشباب ليش على كيفك؟ بندق سيارة ثانية. لا حبيبي ما عصام خلاص انت واقف مع جناب، انا بحل الموضوع على طريقتي. اسمع يا اخ، بنصحك لا تكبر راس زيادة، لانه شغلتنا وعملتنا تكسير الروس اليابسة اللي مثل راسك، فهمت؟ ليش مين حضرتك بلا زغرة؟ اوه علينا ضروري نطالع الهوية على الطالعة والنازلة حتى تدعو. انا من هنيك. عدم المؤاخذة سيدنا، يلي ما بيعرفك بجلك. امروني سيدي، وين بتحبوا تروحوا؟ على حرستا. ايه بس هلا قلت لي على المزة. بالاول عندي مشوار على حرستا، بعدين بروح على المزة. حرستا حرستا مثل ما بتأمروا سيدنا. امور. وبدك تحط لنا شريط حلو بالمسجلة، شو تسمع عصام؟ عصام شو تسمع؟ لراغب إذا فيه. حط له شريط لرغوبة. هذا ضيفنا من اللاذقية ولازم ندلله. إيه على راسي أنت وضيفك، إيه. تفضلوا تفضلوا. تفضل عصام. شرف عصام تفضل. أهلين وسهلين. يعطيك العافية. تفضل على أخي. ما بصير. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. خبرني شو قصته؟ ليش خاف منك شوفير التاكسي؟ وليش لحتى ما يخاف؟ خوف أنا يا عمي، شو الحكي؟ نعمة، شو هالزحمة هي؟ ليش العالم مستقتلي على السفر؟ ما بعرف. هلا بدك تستناني ليه صار دوري؟ وان شاء الله راح توقف بالدور مثل الاجداب. لك شو بدي ساوي؟ سعري بسعر هالشباب. ايه هات لك، هات المعامل يخلصني. عفوا يا اخ، بدي احكي مع الموظف كلمتين. طيب يا اخي ما توقف في دورك، الا ساعة واقفين نحن. ولك يا حبيبي انا بمهمة مستعجلة، ما في داعي للاخذ والرد، انا من هنيك. تفضل تفضل. نعم يا اخ. شوف هي الاوراق اذا تريد. وين صاحب العلاقة؟ ليكو معي موجود؟ عصام تعال هون اشوف. يلا جاي. تفضل. خالصين هيك؟ ايه تفضل. يعطيك العافية. مع السلامة. تفضل عصام. اخي هلا انت بدك تفهمني شو بتشتغل. يعني معقول لهلا ما بتعرف شو بشتغل انا؟ اللي بعرفه انك موظف درجه رابعه بمصلحه المي. صحيح، لساتني موظف مصلحه المي، بس ترفعت درجه. ها صرت درجه ثالثه. بس اللي بيشوفك بيقول غير هيك، بيفتكرك مسؤول مهم بالبلد، يعني شي مدير عام، ضابط كبير، محافظ. مو بس انت اللي بتفكر بهالطريقة، كل الناس اللي بيشوفوني بفكروا مثلك. طيب فهمني. لك شو بدي فهمك؟ لك ليش الناس كلها بتخاف منك وتضرب لك سلام؟ ليش البواب المسكرة بتنفتح بوشك؟ بعدين شو هي البطاقة السحرية اللي كل ما طلعتها من جيبتك بيصفر له وش العالم؟ حابب تعرف شو هالبطاقة؟ أمنيتي أعرف. طيب رح أقول لك، بس على شرط تخلي الشيء اللي بدي أقول لك إياه سر بيناتنا. ها؟ سرك كبير غني. عظيم جدا يا سيدي. تفضل، هاي البطاقة. بس هاي بطاقة اشتراك بالمسبح. ايه ما حدا قال غير هيك. هلا انت لا تجنني، معقول بطاقة الاشتراك بالمسبح صار لها كل هالأهمية؟ يا سيدي مو المهم نوع البطاقة، المهم شو بتوحي. يعني أنا لما بكون لابس طقم وكرافة ومعبي مركزي منيح وعم احكي مع الناس من فوق من روس مناخيري، يعني بسرق الجو وبلفت انتباه الناس. ولما بطالع البطاقة ما حدا بدقق فيها أو ما حدا بيطلع فيها أصلا. وبيني وبينك الناس بتخاف من كل شيء رسمي، هيك ما حقدة. ليش؟ ما بعرف. يعني البطاقة مو مهمة عصام، المهم يلي حاملها كيف عم يحكي ومن أي موقع كمان. أستاذ فؤاد،
انت خيلتي بهالشغله ها؟ يا سيدي لا تنخير ولا تنلخيم، هذا الواقع. انت جرب عصام شي مره تتأنزع وتحكي من فوق، ايه ارفع مناخيرك وشوف كيف الناس بتهابك وبترهب جانبك فعلا. اصلا ما حدا راح يتجرأ ويسألك شو بتشتغل، كل الناس بدها سلتها بلا عنب، شو بيقولوا لك؟ يلا فخاري كسر بعضه. فعلا شغله عجيبه، بس هي كيف خطيت على بالك؟ بالصدفه يا سيدي، مره انحطيت بمأزق سخيف وما لقيت غير هالطريقه حتى اخلص حالي، قامت سحبت معي. عجبتني القصه، يعني صرت استعمل هالبطاقه على الطالعه والنازله، بالسينمات، بالدوائر الرسميه، بالملاعب، بالتكاسي، بالمحلات، بالشوارع، صدقني عايش ملك من ورا الشغله هي. بس عفوا يعني هذا اسمه انتحال صفه. لا عصام، لا لا تغلط، انا ما انتحل صفه حدا حبيبي. انا ما عم اقول للناس اني فلان او انا المسؤول العلتاني او الضابط الفلاني، انا عم طالع بطاقه المسبح وبس، عم ضل ساكت يعني. هن لحالهم عم يفكروني مهم، شو اعمل لهم؟ وما حدا فكر يدقق بالبطاقه او يسحبها مني وياخذها او يقراها يصطفلوا. شو دخلت انا؟ ما دخلت. فعلا معك حق، بصراحه عم يخطر على بالي اعمل مثلك. هلا انا معي بطاقه اشتراك بالباصات، بيمشي حالها؟ لك قلت لك مو المهم البطاقه، المهم يلي حامل البطاقه. ايه سيدي، الله معك عيني. الله يسلمك. مع السلامه. سلم على الاهل. ايه وصل. طول الغيبه، لا ترجع اوام. ايه امرك. مو مشان شيء، مشان اهلك يكسبوه. ايه مع السلامه يا حبيبي. شاطرك. الله معك. الله معك. مع السلامه. شباب بس لذيذ وين؟ رقم 29 فقط. شو فيها الشنطة؟ ما فيها شيء، شوية أغراض شخصية. طيب ممكن نفتحها؟ لا مو ممكن، شو بدك فيها؟ هيك التعليمات عمي، كل شنطة لازم تنفتح. هاي التعليمات مو علي أنا. ليش؟ مين حضرتك بلا زغراض؟ شو ما عرفتني يا ابني؟ لا والله، من سوء حظنا. أنا من ال... منين يعني؟ من هنيك. منين يعني من هنيك؟ من ال... هات هلوية لشوف. ايه ميدك. هات هلوية لشوف. ايه ميدك انت وياه. شو هان؟ شو هان؟ عم تسلبها علينا انت؟ امشي معي لجوا لشوف. ايه ميدك. ايه ميدك. ايه انت وياه. ايه انت وياه. لا تغلطوا. ايه ما مالك. بعد انت وياه. شو تجمعات؟ شو في؟ سيدي كمشنا هالزلمة عم ينتحل صفة. ورجانا هويته، قامت طلعت هوية باصات. برافو عليك يا ابني، اكتب لي اسمك حتى اسعارك بمكافأة. وين هويتك ولا؟ ليك 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 سيدي معي. انه ما كنا نخلص منكم انتم من بلاكم؟ امشي معي لشوف ولا؟ امشي امشي لشوف. لحظة لحظة. امشي. شرف سيدي، وهي اسم الكريم. عظيم جدا، برافو عليك يا ابني. انتوا لهالوطن زخر، خليكم صحيانين باستمرار. امشي ولا؟ امشي امشي قدامي.